مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقانا المتجدد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده 15 فبراير 2019. طبعا لازم هنتكلم تاني عن عيد الحب. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ايامنا تكون كلها حب وسعاده. وزي ما كان بيتقال انه مش شرط يكون الحب بين الزوجين هو يعني اللي بنحتفل بيه، ولكن الحب بكل معانيه بكل صوره بكل اشكاله. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه يعني هنستعرض بعض الملامح كده من الاحتفال الامس بعيد الحب ما بين مصر وما بين العالم. طبعا يعني زي ما بنقول برضو الوصية والآية اللي احنا دايما بنفتكرها، وصية جديدة أنا أعطيتكم، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون بعضكم، يوحنا 13. حصلت بقى شوية حاجات كده على يعني في مصر في الاحتفال. فتم رصد انه شخص اسمه رامز اتبرع لزوجته بجزء من كبده في الفالنتاين. يعني جه توقيت برضو جميل جدا انه يبرز معنى الحب الحقيقي، الحب انك تضحي، الحب انك فعلا تعمل اي حاجة في سبيل اللي انت بتحبه. وده كان كليب بيبين قد ايه فعلا هذا الحب بين الزوجين، لدرجة انه تبرع لزوجته بجزء من الكبد. نكمله مع بعض. بقوله ان انا اللي هبرع لها، قال لي لا، قال لي انت ما ينفعش، لان انا كنت وزني تقريبا 113 كيلو. الموضوع خد تقريبا شهرين. في الشهرين دول انا كنت كل همي وكل اللي شاغل تفكيري ان احنا انا لازم اخس 30 كيلو. فكنت مقسم الوقت الرياضه من 4 لـ5 ساعات يوميا. كان اولاد، انا عندي ولدين من زوج تاني وهو عنده بنتين، وما حصلش بينا خلفه ولا الكلام ده. اصعب ساعه او اصعب وقت مر عليا في حياتي كلها في الساعه دي، اللي هو انا ونزل العمليات وانا قاعده خلاص، انا كان هيجي لي انهيار عصبي. وبقيت اوصي الدكتور علي اقول له لو في اي وقت في العمليه لا قدر الله حصل معاه اي حاجه وقف العمليه فورا. اللي كان اصعب عليا من العمليه نفسها ومن الفتره دي كلها كان الفترة اللي بعد العملية. لأن أنا بعد العملية طبعاً كان لا أنا عارف أشوفها ولا هي عارفة تشوفني. كنا في الرعاية، هي كانت في رعاية وأنا في رعاية. طب إيه الحل؟ قلت لهم طب هقول لك حاجة، خلاص أنا هصور فيديو وهو كمان يصور لي فيديو عشان هو كمان يطمن عليا. وفرحت جداً طبعاً بالفيديو ده، ورحت أنا بعت لها فيديو وقعدنا على كده حوالي يومين ثلاثة. ودي يعني معاني جميلة، ولكن الحقيقة اللي كان برضو ملحوظ انه الاسعار في مصر كل حاجة يعني نار فعلا. لكن كمان اللي كان بيتقال بالنسبة لهدايا عيد الحب بالتحديد انه كانت المبيعات تراجعت بنسبة 30% عن العام الماضي. الهدايا المستوردة من الخارج كانت شهدت زيادة كبيرة قوي في اسعارها عن العام الماضي بنسب تتراوح بين 10% و15%. وكان اكتر انواع الهدايا اللي عليها طلب الدبادي، واللي كان بسعرها ما بين 75 جنيه ويصل إلى 600 جنيه للدبدوب الجامبو. وحجم استيراد الدباديب قد يصل إلى 5 ملايين دولار سنويا. الإنتاج المصري من الهدايا واللعب لا يصل 10% سنويا، وأغلب المواد الخام بيتم استيرادها من الخارج. وكان في تصريح لأحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغردقة إنه عفوا بالغرفة التجارية، إن تكلفة استيراد هدايا عيد الحب هذا العام بلغت 5 ملايين دولار، أي ما يوازي 90 مليون جنيه. وبالرغم من كده يعني كان في تراجع في المبيعات. بقى كانت برضو لفتة يعني وتعليق يافطات، كان في يافطة مكتوب عليها هابي فالنتاين يا نهى، وشيلي البلوك أنا جبت الشقة. يعني حب أنه هو يعبر لنهى عن أنه يعني كان واضح أن العائق، طبعا كلنا فهمنا خلاص أن كانت الدنيا في مشاكل بينهم بسبب الشقة، وعملها له بلوك فعلى الفيسبوك طبعا، فشيلي البلوك انا جبت الشقه وهابي فالنتاين يا نهى. كمان في لافتات تاني كانت في 10 شوارع في طنطا بمناسبه عيد الحب، عيد الحب زوجتي الحبيبه لاخر العمر بموت في امك. طب كويس، بيحبوا امها وهي كمان يعني اعتقد. عيد الحب احلى معاكي. فدي برضو كانت يعني
اللافتات دي كانت اتعلقت في 10 شوارع في طنطا، فهو بيحبك ويحب امك. يعني هو مش مكتوب اسمها ايه، ولكن يعني دي برضو تعليق يعني، او يعني لافته ظريفه. الداخليه احنا قلنا الصوره اللي فاتت اللي كنا عرضناها اللي كانت بتاعت اسم شرطه اللي كان عليه بلالين، عرفنا ان ده عشان افتتاح قسم الشرطه. لكن الداخليه بالفعل وزاره الداخليه وفد منها من قيادات وضباط قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه قاموا بزياره مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام مجانا لمرضى محافظات الصعيد الكائنة بمدينة طيبة الجديدة بنطاق محافظة الأقصر، ووزعوا عليهم الورود والهدايا بمناسبة عيد الحب. على الجانب الآخر، أسيوطي بيفاجئ زوجته في عيد الحب ويهديها 21 طعنة بمقر عملها. يعني للأسف يعني برضه هو حتى مختار اليوم ده علشان يعني يقول فيه أنه برضه بسبب المشاكل، وأنه هو يعني يقوم بطعنها في عيد الحب أثناء تواجدها بمقر عملها بإحدى الجمعيات الأهلية أمام موقف سيارات بيروت. يعني عيد الحب لا يخلو من مشاعر جميلة، وكمان في مشاعر كره وحقد وغل وقتل طبعا، يعني فربنا يرحمنا ويرحم العالم أجمعين. بالنسبة بقى للاحتفالات، احنا برضو كنا قلنا على جدل بالنسبة للسعودية في انه ما بين يحتفلوا بعيد الحب ولا ما يحتفلوش، وهل عيد الحب عيد المفروض الناس تحتفل بيه ولا لا، ولقينا ايران معاهم. يعني السعودية وايران لا يختلفوا عن بعض، يعني المهم ان ايران بقى الشرطة الايرانية حذرت الشباب من الاحتفال بعيد الحب، متوعدة بمعاملة المخالفين كمرتكبي ايه بقى؟ جنايات، جناية انهم يحتفلوا بعيد الحب في ايران. السلطات الايرانية شايفة ان عيد الحب ده ثقافة غربية منحلة. في عام 2011 الحكومة الإيرانية حظرت بيع أي سلع ذات صلة بهذا العيد. الشباب الإيراني بيحتفلوا بعيد الحب، والشباب بيمثل 60% من تعداد السكان بالرغم من حظره من السلطات، ولكن الشرطة بتتجول على المحال عشان تمنع أي حاجة ليها علاقة بعيد الحب، يعني ولا دباديب ولا أي حاجة أحمر، كل ده ممنوع تماماً. رئيس الشرطة في محمد رضا بارفاز في محافظة كرمان قال بما أن أي ترويج أو عرض للسلع المرتبطة بعطلة عيد الحب محظور، فإن متاجر الملابس ومستحضرات التجميل والمخابز وبائع الورود ومحلات الطباعة ستخضع لفحص دقيق من قوات الشرطة. شوفوا الناس واخدين بالهم من إيه وقاعدين يعني يطلعوا حملات عشان يفتشوا على إيه، اللي هو مش قادرة أفهم يعني الناس اللي هي كارهين الحب وكارهين الحياة. ما علينا، يعني نروح بقى لبرضو في بعض وسائل إعلام أمريكية كانت قالت إن في حلوى عيد الحب تسببت في دوار وضيق في التنفس لبعض الطلاب الأمريكيين. طلاب مدرسة إعدادية كان بدأوا يشعرون بالدوار وضيق في التنفس، وحالتهم استوجبت نقلهم إلى المستشفى بعد ما أكلوا بعض حلويات لعيد الحب. والسلطات الأمريكية بتحقق فيما تحتوي تلك الحلويات، ونصحت الطلاب والكادر التعليمي بعدم تناول أي طعام لم يجلبوه من منازلهم. هو ده تقليد على فكرة في بعض المدارس، حتى من الأطفال في الحضانات بتلاقيهم أنه بيحتفلوا باليوم ده وبيحرصوا أنه الأولاد مع بعضها تتبادل الكروت والهدايا عشان يعلموا الأولاد قد إيه فعلا أنه ده عيد حلو وجميل. وطبعا برضو التجارة أو المحلات يعني فعلا يعني أكتر ناس بتحتفل بعيد الحب وبيكون في رواج تجاري في المحلات هي الولايات المتحدة الأمريكية. كل سنة وانتم طيبين وعيد حب سعيد عليكم، ويا رب زي ما بنقول كل أيامنا يا رب تكون أيام حب وسعادة، مش بس يوم واحد نحتفل بيه ولكن يكون كل أيامنا بإذن الله. هروح بقى للمشاكل والحاجات اللي بتحصل في مصر والأمور اللي حصلت النهاردة على بال ما يدخل معانا. يعني احنا كان عندنا النهارده اتفاجئنا بموضوع تاني ليه علاقه بدير الانبا صمويل، فهنتكلم عنه بالتفاصيل لما يكون معانا المداخله. كمان كان في حبس شاب بتهمة ازدراء الأديان، إبراهيم عادل زكي خليل عنده 30 سنة من مواليد المنيا ومقيم بالقاهرة، هو لا ديني ولكنه من خلفية مسيحية، وهو محبوس من يوم الخميس، اختفى الأول يوم الخميس 21 ديسمبر 2017، كان عنده مقابلة عمل مع برنامج رأي عام ولكنه اختفى وقبض عليه في قسم الدقي، واتحبس بعد كده في سجن القطة، مش عارفة إذا كانت مكتوبة صح ولا هو سجن القناطر. المهم يعني من سنة وشهرين بتهمة ترويج الأفكار الإلحادية
زي ما انتوا شايفين اهو هنا الخبر، القبض على ادمن صفحه الملحدين على فيسبوك. هم الحقيقه يعني واضح انه ناس من اسرته بداوا يحاولوا يعني يلفتوا النظر لهذه القضيه، على اعتبار زي ما احنا بنقول يعني نضمها برضو لقصه انه انت النهارده يعني حتى يعني اللي انا فهمته انه يعني كان في فعلا حاجات مسيئه، وهو دلوقتي يعني التهمه الموجهه ليه ازدراء اديان. فزي ما بنقول انه مفروض ان التهمه دي ما تكونش يعني موجوده، وانه يتم استبدالها بتهمه خطاب الكراهيه. نتمنى ده، يعني دي برضو واقعه من الوقائع اللي زي ما قلت لحضراتكم انها يعني قصه ان احنا بنرفض انه يكون في هذا المسمى ازدراء اديان. يعني ما ينفعش خالص، لا يتحاكم لا مسيحي ولا مسلم ولا الكلام ده كله، لانه يعني انتوا هنا في المجتمعات المفتوحه دي بتلاقوا حاجات كتير جدا بتحصل، ما ترتقيش ابدا لدرجه انه يبتدي يتاخد ويتحبس. واجه الفكر بالفكر، حاول تقنعه، حاول تتعدله من افكاره دي، لكن انه كل حاجه تكون سهله قوي ان اي حد يكتب اي حاجه على موقع التواصل الاجتماعي ناخده ونحبسه بالتهمه دي، او يكون ليه اراء، ما هو كتير جدا ليهم آراء غريبة. أنا لسه كنت بقول لكم على الولد بتاع أمريكا ده الهندي اللي في أمريكا ورفع قضية على أبوه وأمه عشان إزاي إن هم خلفوه من غير ما ياخدوا رأيه. ففي حاجات كده بتبقى فعلا عجيبة، الناس اللي زي كده أعتقد بيبقوا محتاجين تدخل نفسي، علاج، لما يبقى برضو في إيمان بالإلحاد محتاج إنك تواجهه بالفكر اللي يقنعه إنه في وجود إلهي وازاي ربنا موجود في حاجات كتير قوي. لكن هل السجن هو ده الحل في الامور اللي زي كده؟ هل التهمه دي خلاص سهله ان احنا اي حد ناخده ونحبسه بالتهمه دي؟ يعني فده اللي احنا بنقوله الحقيقه، انه موضوع انه الغاء هذه الماده اللي هي 89 واو، وفي نفس الوقت انه يعني زي ما انا كنت كتبت من كام يوم على عندي على الفيسبوك انه نواب البرلمان انتفضوا يعني وكلهم يعني اتحركوا او تم تحريكهم لتغيير الدستور، ولكن الامور اللي هي فيها حساسيات زي كده خصوصا بعد واقعه الشباب بتاع الازهر اللي قعدوا يعملوا عليهم مواضيع وخلاص والناس واعتذروا وسامحوهم ولا اتحركوا بالنسبه لماده ازدراء الاديان. قلنا ليه؟ قال لك اصل الازهر رفضها، فما ينفعش، رفض انها تتلغي يعني، وبالتالي ما ينفعش ان البرلمان واعضاء البرلمان يتكلموا فيها. ده اذا كان البرلمان بيأيد قصه انه يعني عدم عزل شيخ الازهر وان هو ابديه الشيخ الازهر. نروح للموضوع اللي زي ما قلت لحضراتكم النهارده الخاص بدير الانبا صمويل. لقينا انه ناس بتبعت لنا انه في كان مجموعه جمال عايزينها تدخل عربيات محمله بجمال، جمال عشان تدخل دير الانبا صمويل، والامن اعترضهم وحصلت بقى فضلت محاولات ومناوشات لغايه فين لما الامر اتحل. وبعتوا لنا بعض الفيديوهات هنعرضها، بس هنرحب مع حضراتكم بالاستاذ امير ماهر عامل تجاره بدير الانبا صمويل. استاذ امير اهلا بيك معانا. استاذ امير حضرتك سامعني؟ طيب انا مش سامعه استاذ امير لو هو بيتكلم. استاذ امير الو معاكي. طيب معلش نوطي الصوت. بنرحب بحضرتك معانا وفهمنا ايه اللي حصل وايه فكره ان جمال بتدخل الدير لدير الانبا صمويل اساسا. هو بتدخل حضرتك زي مزرعه جوه الدير. يعني انتوا بتربوا من ضمن الحاجات اللي بتتعمل في دير الانبا صمويل تربيه الجمال؟ طيب ايه اللي حصل بقى؟ يعني انتوا المفروض الايام اللي فاتت دي عادي انه بتدخل الجمال عادي جدا من فتره يعني ولا ايه؟ في تعسف حضرتك من قوات الامن ان هم ما بيدخلوش، يعني من حوالي يومين بيتوا العربيه بره. ما رضوش خليه يخش غير الصبح. يعني ده حصل النهارده، لكن في الاوقات اللي فاتت لما كانت بتيجي تدخل الجمال ما كانش حد بيعترضها، يعني ما كانش في تعنت. لا ما حضرتك قبل كده اللي حصل ان هم ما كانوش راضيين يدخلوه. يعني دي مش أول مرة؟ دي مش أول مرة. طيب دي مش أول مرة. اللي حصل بقى ده كان النهاردة ولا امبارح موضوع رفضهم ده؟ لا النهاردة. طب احكي لنا اللي حصل معلش بعد إذنك بالتفصيل. هو النهاردة المفروض كان في عربية جمال داخلة الدير ما رضوش يدخلوها. فطلعوا الأعداء من الدير. على الصحراء وبره على الطريق. مسافة بتاع حوالي 40 كيلو عشان خاطر ان هم يوصلوا عشان يعرفوا يدخلوا عربية بتاع نص ساعة او ساعة بره. تمام. بيتحايلوا على الامن ان هو يدخل عربية. بس كده ده اللي حصل النهارده.
طيب يعني قعدتوا حوالي كام ساعة بقى على بال، ومين اللي تفاوض مع الأمن عشان يقنعهم، وهل ده مثلا هم قالوا إنه مش عايزين يدخلوهم عشان في تصريحات معينة، ولا كان إيه الأسباب اللي هم بيقولوها يعني؟ ما فيش أسباب، ممنوع الدخول. وكده وخلاص. ما فيش حاجة هتخش. طيب بعد كده مجموعة من الرهبان راحوا واتكلموا معاهم. اتكلموا معاهم، طول الرهبان اتكلموا معاهم، وكلموا معاهم من الدولة والأمن الوطني وكده لغاية ما حل المشكلة. طيب انا فهمت برضو من زميلتي انه كان حضرتك او حد تاني قال لها انه في الاخر بعد ما جم الكلام ده كان على بعد 40 كيلو من الدير، يعني التفاوضات دي والمنع ده كان على بعد 40 كيلو، وانه بعد ما سمحوا للعربيات كان الساعة كام دلوقتي؟ ده دخول الفيديو اللي حضرتك بعته كان الساعة كام تقريبا النهاردة لانه ليل كان بالليل كده؟ حوالي الساعة 8:30 9. طيب 8:30 9، وبعد المفاوضات دي وانهم سمحوا ليهم انهم يدخلوا، اللي فهمناه انه التأمين كان لعربيات الجمال، ولكن سابوا الرهبان من غير اي تأمين، هل ده صحيح؟ ما كانش في تأمين، دخل بعد الجمال. طب يعني ده تعتبره يعني نوع من انواع انه خلاص بقى انتوا احموا نفسكم بنفسكم، احنا هندخلكم الجمال وملناش دعوة بيكم، ولا كان يعني تم تفسيره ازاي؟ ما هو التفسير كان كده يعني، لما الرهبان عنده معاهم ولا لازم العربية تخش وكده، فخدوا العربية هم بتوع الأمن ودخلوا وسابوا الرهبان، دخلت وراهم من غير ما يبقى في تأمين حواليهم يعني زي المفروض مفيش تأمين. معتاد، لكن الحمد لله وصلوا بالسلامة والجمال دخلت الدير وكله يعني تم كله تمام، بس بعد معاناة طبعا. معاناة. هل طيب تذكر ان في تصريحات معينة، ولا انه عشان حالة امنية اللي هي عاملينها وعاملين الطوارئ حوالين الدير عموما، يعني ايه اللي قالوه علشان بعد كده ما تبقاش فيه المشاكل دي تاني؟ احنا دي تاني مرة يحصل فيها تعنت، قبل كده كانت عربيات الدقيق والمنتجات اللي بتدخل الدير، وقلنا هو انه عامة أي حاجة داخلة الدير ممنوع. ازاي يعني اللي عامة يعني لغاية دلوقتي بعد ما كان الرهبان برضو واقفين الوقفة اللي كانت من حوالي ايه شهرين او تقريبا، فاكر انت دي شهرين او بقول اكتر؟ لك، ما بقول لحضرتك من يومين الموضوع ده حصل، وقف عربية الجمال بره تاني لغاية الصبح، لغاية ما الصبح والصبح دخلت. ايوه يعني مفيش اي حلول بقى جذرية للموضوع ده، يعني مفيش اي يعني تواصل من رئيس الدير من الرهبان مع قيادات يعني الـ الامن مع المحافظ، بحيث ان ما احنا اتكلموا معاهم بيقولوا لهم حاضر وماشي، هندخل العربيات وخلاص يعني. تمام. طب هل الفيديو ده فيه مناقشة محتاجين نسمعها بالصوت، ولا يعني كانت ايه المناقشة اللي حصلت؟ احنا شايفين دلوقتي مناقشة وفي سيدة بتصور بالفيديو ورهبان قاعدين يتكلموا مع الأمن، ايه المحتوى يعني؟ هل ده محتوى مسموع نقدر نسمعه احنا مشاهدينا دلوقتي؟ تسمعين. طب نسمعه مع مشاهدينا دلوقتي. طور ابن العربية دي تسليم ولا ما؟ مين فين بقى؟ ما خرجتش ليه بتعمل؟ ولا بس انا حددت كل فوق التأمين، تشوفوا الحاجة اللي موجودة وتدخلوها. أنا من تحت، خلاص أنا مش هتكلم خالص، أنا مش عارف أتكلم، ما حدش يتكلم يا فراس، خد التأمين. ما حدش بيقول لي لا أم ولا أم. ماشي يا أبونا الباشا، قلت لك جاب تأمين ومدخل العربية. ما أنا ما اتعملش ليه من بدري؟ خلاص معلش. احنا كل مرة هنحكي في حد غني. حضرتك ما انا مبلغ من الصبح من الصبح انا عارف ما كانوش 10 دقايق، وانا مبلغه برضه ان برضه ايه حضرتك جاي مساعد من غير داعي. خلاص معلش حضرتك حاجة عليها، مش هتكلم خالص. لا مش هحكي لك، حضرتك جاي مساعد. لا انا اخدت تاني مرة برضه حضرتك بتتكلم برضه. خلاص معلش يعني حبينا بس نوضح للمشاهدين ان المشاهدات اللي بتحصل زي كل مره زي المره اللي فاتت، وانه برضو واحد من الرهبان هو كان بيقول يا امير ان هو مبلغ من الصبح يعني قوات الامن، فيعني اللي هو برضو مش فاهم ايه التعنت ده. انا عايز افهم منك من خلال ما تم بقى داخل الدير ومع الرهبان، هل وصلوا لحل جذري في انه بعد كده ما يبقاش فيه المشاكل دي تاني، ولا هنفضل كل شويه نشوف مشاكل عند دخول اي عربيات للدير؟ كل شويه هنشوف مشاكل كل يعني ما تحلش الموضوع. كل مرة بيقول حاضر هنظبط وبتاع وكده، وحاضر وهندخل ومش هندخل وما بيدخلش.
وكل مرة تحصل بقى جايين تدخلوا دقيق، جايين تدخلوا مستلزمات أكل، طعام للدير، مستلزمات بنا، جمال، أي حاجة من الحاجات اللي هي فيها نشاطات الدير، هيتعامل معاكم نفس المشهد ده. أكيد طبعا. احنا بنناشد الحياة المحافظ وبنناشد يعني المسؤولين في وزارة الداخلية انه يعني يا جماعة مش معقول انه كل شوية نشوف المشاهد دي ونفاجأ بانه يعني بنقول خلاص هتتحل وحلوها ودخلوا المرة دي هو عربية الجمال، المرة اللي فاتت العربيات برضو اللي كان عليها مشاكل، بس نفاجأ بانه بتحصل تاني، فبنتمنى ان ده لا يحدث. حابب تضيف حاجة يا استاذ ماهر؟ استاذ امير، لا شكرا، بشكرك جدا يعني لتواصلك معانا، وكل الفيديوهات دي بنشكركم عليها، وربنا يتمجد يا رب، ونصلي من اجل ان كل المشاكل دي تتحل، وانه يكون يعني وزارة الداخلية والقيادات العليا تتدخل علشان يكون في تنظيم ويعني وحل المشاكل دي بشكل نهائي بإذن الله. مشكلة تانية مشاهدينا الحقيقة يعني اتبعتت لنا انه في بطرس جرجس وديع عامل كان يعني زي تظلم او استغاثة او يعني اللي هو، وبعدين فوجئنا بالموضوع ان هو بيحكي ان هو كان وهو راكب في القطر طوبة اتضربت عليه، وبعد كده عمل يعني رفع قضية ضد السكة الحديد لأنه هو كان بيأمل إنه يكون في حاجة يعني يعني يكون في تأمين، يكون في الإزاز ده غير قابل للكسر، لأن الإزاز دخل على عينه وضيع عينه، واتفاجئ بعد كده إنه خسر القضية، وإنه السك الحديد عامل عليه غرامة 22,000 علشان إنه هو أهان السك الحديد. يعني بدل ما هو رفع دعوة علشان خاطر عينيه اللي فقدها وانه ياخد تعويض، لا ده السكة الحديد عملوا عليه غرامة 22,000 جنيه. ومعانا دلوقتي الأستاذ بطرس جرجس وديع. أستاذ بطرس أهلا بيك معانا. أهلا فندم، أهلا مرحبا، ألف سلامة ليك. احكي لنا بقى أنت كان من إمتى تقريبا الموضوع ده، ويعني من كم؟ من 2010. 2010، يا ربي 2010 وانت في القضية دي. 2010 طيب ساعتها بقى انت كنت مسافر من فين لفين؟ كنت مسافر من ملاوي لرايح طنطا، من ملاوي لطنطا على الله كده. تمام. طيب وحصل عند، والقطر كان ماشي ولا كان واقف في محطة لما اتضربت الطوبة دي ودخل لا ازاز في كان عينك؟ ماشي، كان ماشي، اتعورت ببقى وقفت، جت وقف بني سويف، قبل بني سويف. من فيديو شفت اسمه فيديو. انت الفيديو اللي بعته لنا ده كان من امتى يا استاذ بطرس؟ ده انت شايفنا دلوقتي على الشاشه؟ ده من يومين ثلاثه. يعني انت عملت الفيديو ده بعد ما انت اتعملت عليك الغرامه. طيب انت وقتها ايه اللي حصل؟ قول لنا اللي حصل في عينك بالظبط، معلش بالتفاصيل. هو اللي حصل عليا راحت خالص، اشتياها وحطيت دي عدسه كلها تشوفيها عندك. ما احنا شايفينها دلوقتي، يعني انت ما بتشوفش بيها تماما ولا ركبت عدسه دلوقتي؟ لا ده انا مركب عدسه منظر بس طبيعيه عشان تبقى لكن... طبيعيه بس بدل ما تبقى شكلها كده. لكن انت ما بتشوفش بيها تماما دلوقتي، انت بتشوف بعين واحده. لا. طيب مين اللي قال لك تبتدي يا ربي؟ تمام احنا شفنا وانت بتشيل العدسه. مين اللي قال لك ان انت ترفع دعوه ضد السكه الحديد على اساس انه اللي حصل لك ده اثناء سفرك، وانه المفترض ان السكه الحديد يعني تعوضك، او ده كان محامي ولا انت استشرت مين في موضوع القضيه دي؟ لا ده شرطه في القطر جالي قال لي فين بطاقتك وفين حاجتك عشان ناخدك وننزل المحطة نعمل محضر. المهم خد البطاقة تحتي وقال طب تعالى نعمل لك محضر، عمل لي إثبات حالة ومش عارف، هو اداني مستشفى واتنين، هو بصراحة تعب معايا بس ما عارفش اسمي حتى، والله ما صرت له اسمي، أنا ما كنتش في وعي. وبناء على المحضر ده خدنا مستشفى تانية، وبرضه يعني الناس اشيو خايفه ما توديني مستشفيات، يعني كان في وقفه كويسه من اللي هو اللي في القطر، اللي هو حد من الامن او كده، او من امن القطر مش كده اللي وقف معاك ده؟ انا كان معايا برضه عن الناس من دي، كان معايا ناس شباب من دير ابو حنس برضه وقفوا معايا. طيب الكلام ده يعني كم واحد كده. طيب 210 القضيه بقى بدات تمشي فيها من وقتها على طول؟
ايوه ما خدتش وقت يعني، خلصت الاجراءات ورحت للمحامي اسمه عادل لبيب. عادل لبيب ده في القضايا في العباسيه. ايوه وبعدين خد مني 4500. وجي في نص الطريق زي القضيه خسرانه معاه، راح سابها وداني الورق وقال لي تعال خد الورق وما تاخدش. عرفت السبب، ما رضيش يقول لي، بس قلت خلاص هاخد الورق. فهمني، خدت الورق. المهم رحت جيت لواحد تاني خد مني برضه 4500 وما عملش حاجه، وفي الاخر قال لي لقيتها خسرانه مش خسرانه. يعني كان في من المحامين بدل ما من الاول يحاولوا يعني يوقفوا الموضوع، مشوا في الموضوع وقالوا لك قضيتك خسرانه وخدوا منك اتعاب وسابوك في نص الطريق. طب الحكم بتاع تغريمك 22500 جنيه ده كان امتى بالظبط؟ وهل كده دلوقتي خلاص سقط حقك في الاستئناف وفي كل حاجه؟ يعني انت قدام انك ما فيش حل غير انك تدفع الغرامه دي دلوقتي؟ هو ما فيش حل غير ادفع. وبعدين يا مدام انا لميت 4400 من الكنائس عندنا، وانا كملت من الجيران ومن اخواتي ومن اهلي 10، كملتهم كلهم 10. يعني انت دلوقتي معاك اول امبارح 4700 دفعت 10. يعني دفعت 10 من المبلغ. يعني انت ما كانش في اي طريقه خالص انه يتم يعني التنازل عن المبلغ ده لظروفك، لانه الموضوع ان انت يعني لما رفعت الدعوه دي انت اتصبت اثناء السفر، يعني فاللي هو بيغرموك ليه؟ يعني دي برضو حاجه عجيبه جدا يعني بصراحه. هم ما يعرفوش كده يا مدام، هم ما يعرفوش كده، هم عليهم بس يقول لك دي رسوم محكم ومش رسوم والكلام ده، هم ما عرفوش كده. انا جمعت لهم 10 من كل حته. ايوه ورحت وديتها يوم الخميس اللي عدى. ويعني هم كده سامحين لك، سامحين لك كل قد ايه تدفع؟ معلش قول لي نظام الدفع الباقي يكون ازاي؟ 1000 جنيه كل شهر، وانا ما عملوكش اي حاجه ادفعها. طيب يعني 1000 جنيه كل شهر، ربنا يكم يعني، احنا هنحاول نساعدك يعني بجد استاذ بطرس. والحكايه غريبه جدا يعني من انه يبقى في قوانين في السكه الحديد بهذا الامر. يعني طب هو اللي كان مكتوب ايه؟ كان مكتوب ان انت التغريم دي علشان خاطر عمل يعني الغرامه دي ليه؟ يعني مكتوب ايه في النص الغرامه دي؟ في محامي يقول لي عشان خاطر المحامي اللي يقرا الورق يعني ده. اي حد يمسك الورق يقراه يقول ده عشان خاطر القضيه مطلوب فيها التعويض نفسه، يعني في هو طالب 300000. يعني فهماني؟ كان المحامي طالب تعويض 300000. يعني وفي ناس ثاني، وفي ناس ثاني بتقول لا هو ما كانش حدد المبلغ، غير المبلغ ده تحدده. ايوه يعني الغرامه دي. انت معانا يا استاذ بطرس؟ طيب عموما، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال مشاهدينا، بس زي ما انتم شايفين يعني الازمه واضح. انا بحاول اشوف بس المشكله كانت فين، وان هو لما كاتبين الغرامه دي كاتبينها على اعتبار ايه. هو كان بعت لنا اعتقد صوره كانت برضو فيها تفاصيل اكتر، مش عارفه اذا كانت معانا الصوره دي ولا لا. الصوره دي اللي هي كان فيها الشكوى اللي هو مقدمها، واللي انا قريته من الصوره يعني انه كاتبينها كتعويض عن او يعني الغرامه دي عشان اهانه السكة الحديد. ففي النهاية دلوقتي بطرس اللي محتاجه ان هو 12000 تدفع له 1000 كل شهر، وطبعا لو حد يقدر يدفع له ال 12000 كلها اللي باقية يعني يبقى كتر خيركم، بحيث انه طبعا خلاص هو دلوقتي الامر واقع، وانه واضح انه وقع في ايدين محامين للأسف اخدوا منه فلوس وما ساعدوهوش واوهموه. طبعا معلش خليني اقول الكلمة دي، ان هم قالوا له هنجيب لك تعويضاته، في الاخر في نص الطريق سابوه. يعني اتمنى من المحامين يكون يعني الامر فيه امانة في البداية، يعني ما تخليش حد يعني يتعشموا وبعدين تدخلوا في الموضوع وتيجي الدنيا تتقلب ضده بالشكل ده. يعني يبقى هو اللي اتصاب واللي اتعور وبيرفع القضيه والمحامين بيستغلوه وياخدوا منه اتعاب، وفي الاخر تبقى هو اللي عليه الغرامه. يعني حاجه يعني لا انسانيه بالمره. فده اللي احنا يعني بنتمناه من مشاهدينا، انه اعتقد انه حتى يعني انسان بسيط زي ما انتم شايفين. فبالنسبه للشق القانوني هو ملوش دعوه بينا، كنت عايزه افهم اكتر بس، ولكن خلاص هو في امر واقع، دفع 10000 باقي عليه 12000. فبتمنى يا رب من كل قلبي
عارفينه يعني حد من حضراتكم. انا عارفه ان احنا اليومين اللي فاتوا دول كل شويه بيكون عندنا حالات، بس فعلا الناس دي بتكون زي ما انتم شايفين محتاجه جدا، فاحنا ما قدامناش اي حلول غير ان احنا نساعد بعض ونطرحها قدام حضراتكم عشان تساعدوا. بشكركم جدا لاي حد يعني بيحن قلبه لاي حاله من الحاله اللي بنقدمها، وفعلا بسرعه بيكلمونا ويساعدوا ونخلص الامور اللي هي للناس الغلابه دي. ربنا يكون معاه، يعني ربنا يكون مع بطرس وربنا يساعده يا رب، وان شاء الله نقدر ان احنا نسدد عنه المبلغ ده باذن ربنا. طيب معانا الاستاذ مجدي رجائي. استاذ مجدي برضو كان بعت لنا برضو عن اصابه حصلت له، وانه كان فيه المفروض ان هو ياخد معاش، وللاسف الشديد وقفوا له المعاش ده لبرضو اسباب يعني هنفهمها منه. استاذ مجدي برحب بحضرتك معانا. اتفضل يا فندم. باخد المعاش دوت. لا استنى استاذ مجدي، استاذ مجدي احكي لنا القصه من اولها بعد اذنك، لان انا فاهمه ان حضرتك كان في حادثه قطر من 30 سنه، فاحكي لنا الموضوع من ساعه ما حصل وايه اللي حصل لك، وبعدين ندخل في قصه المعاش. في القطر شالت لي كعب رجلي وعملت فيها 9 عمليات تجميل، خليني من وراكي وحطيني تحت تجميل. تمام. حضرتك الحادثه ديت من حوالي 33 سنه او 35 سنه. انت عندك كم سنه دلوقتي يا استاذ مجدي؟ انا دلوقتي داخل في 50 اهو. 50 سنه يعني كنت في وقت الشباب. طيب بعد ما حصلت الحادثه دي كان ايه بقى التعامل الطبي اللي اتعمل معاك؟ اتعمل لي 9 عمليات تجميل فيها، وكانوا كاتبين لي على باتر بيها، ووالدي الله يرحمه ما رضيش وقال رجلتي وما ينفعش، وانا المهم ده عملت فيها 9 عمليات تجميل وقالوا لي هتطول وهي في النازل في التصريف. هو اللي حصل وقتها ان القطر كان داس على رجلك، يعني الرجل نفسها القدم ولا كعب عند الكعب؟ شال الكعب كله، شايل. ايوه بالوش بالمشوهه كلها يا ربي، وفيها جروح بتقفل وما وتفتح تاني، بتقفل وتفتح تاني. من ساعتها وانت بتعاني. انت متجوز؟ لغايه انا متجوز ومعايا 3 اولاد، بنتين وولد. 3 اولاد ثانوية عامة وإيه؟ وولد. ثانوية عامة وولد. طب أنت كنت بتقول ثانوية عامة؟ ثانوية عامة وثانوية عامة تانية والولد في أولى ابتدائي. طب ربنا يخلي. طب أنت عايش فين يا أستاذ مجدي؟ أنت عايش فين حاليا؟ أنا دلوقتي قاعد مع إخواتي هنا شوية وهنا شوية. أيوة يعني فين هي بلد؟ عند أهلهم. فين هي بلد؟ البلد. البلد اسمها إيه؟ الحته اللي انا فيها عزبه عثمان شبرا الخيمه، شارع عمرو بن العاص. عزبه عثمان شبرا الخيمه. طيب قول لي انت كنت بتاخد بقى معاش في الفتره اللي فاتت، اللي هو معاش على اساس انه كده تعتبر اول ما قدمت المعاش. ايوه قالوا لي دي فيها عمليه دفعيه عايزه بس، فاخدت المعاش بناء عن كده. الدكتور بتاعهم اللي هو في الكوميسيون قال دي عايزه بس. ايوه فتعتبر اعاقه يعني، فبالتالي كنت بتاخد المعاش على كده. فضلت تقرير الدكتور بتاع العظام قال برضه ده، فاخدت المعاش بناء عن كده. لمده قد ايه بقى؟ جابوا لي سنتين قعدت فيهم 5 سنين اصرف من غير ما المعاش يكمل. بعد ال5 سنين بصيت لقيتهم وقفوا المعاش، رحت جددته، نفس الدكتور بنفس الكلام قاله في التقرير وقال لك يستحق المعاش. خدت المعاش وجيه راحوا موقفيني ثالث مره من 2017. كان كامل المعاش ده يا استاذ مجدي؟ موقفيني المعاش دوت من 2017، جايبين دكتور مش فاهم اي حاجه وبيكتب اي تقرير وبيكتب اي حاجه، بيقول لي دي خشونه في الرجل. طب المعاش كان قيمته كام؟ يعني هو للدكتور اللي في بعد كل شويه طبعا بيعملوا لك كشف تاني، والدكتور الاخير ده قال ان دي خشونه وبناء عليه توقف المعاش من 2017. عملت تظلم. عملت تظلم، وبرضه هو الدكتور المفروض ما يجيش في التظلم، لقيته فوق دماغي في التظلم. برضه قال لا، ومش انا بس، ده قال بتاع 40 حاله يعني يستحقوا المعاش، لان اللي عامل صمام في القلب وتغيير مش عارف وحرم في الرئه رفضنا كلنا. يعني فبالتالي
لي انت طب كان قيمة المعاش كانت كام؟ دي كان بقى بعديها قالوا لي 6 شهور جدد تاني. رحت اجدد بعدها بسنة وشوية، الدكتور اتغير وجه دكتور برضو قال كلمتين حلوين وقالوا لي بعد 10 ايام روح اسأل. رحت سألت ما لقيتش اسم الكشف اللي استحقوا المعاش. طب قالوا لي انت شكلك كده اترفضت. طب انت كده المعاش كان قيمته كام وليك قد ايه خلاص ما بتاخدش معاش وما عندكش مصدر دخل تاني؟ انا كنت باخد 3350. فلما توقفهم طبعا انا ولا شغله ولا مشغله ورجلي في النازل مش في الطالع. 3350 يعني حتى مش خفضوه، ده لغوه تماما، لغوه تماما بحيث ان انت ما تاخدش ولا حاجه تماما، يعني ما تاخدش ولا مليم دلوقتي، ما تاخدش حاجه ولا تعريفه من 2017 وهم موقفين. وطبعا البنات عندي، البنت اللي في ثانويه عامه مصاريفها يوماتي دروس ومجاميع والحاجات ديت 85. انت كنت عايش ازاي؟ كنت عايش ازاي من الوقت ما وقفوا المعاش لغايه النهارده؟ كان المعاش يعني انا دلوقتي بقى اخويا ده بيديني واخويا الثاني يعني كان في مساعدات يعني، لكن حاليا دلوقتي مش من اخواتي. تمام. طيب احنا مبدئيا هنشوف لو حد يقدر يساعدك. الحاجة التانية برضو هنشوف بالنسبة لو برضو انت في شبرا الخيمة واذا كان حد يقدر يتعامل. انت كده منظمة وزارة التضامن ولا مين المسؤولة كانت عن المعاش بتاعك ده؟ اللي هي المعاشات اللي في المظلات في ابراج الغزال. طيب اذا كان برضو حد من الصحفيين او من زمايلنا يقدر يساعدك في الموضوع بتاع التظلم او لو محتاجين محامي او حاجه، علشان طبعا انه حرام كده يعني، انت حقك اهو وكل التقارير اللي معاك فالمفترض انه يستمروا. والحاجه الثانيه انه برضو لو حد يقدر يساعد معاك يعني دعم شهري عشان يقدر يساعدك على تكاليف طبعا المعيشه والبنات اللي في ثانويه عامه. ربنا يكون معاك، واي جديد هنبلغك على طول وهنكون على تواصل معاك يا استاذ مجدي. ربنا يعني يتمجد كده ان شاء الله ونشوف الامور دي تمشي ازاي. بشكرك شكرا جزيلا. طيب دي كده يعني المواضيع اللي كانت معانا والمشاكل الصعبه، ومشاكل كتير على فكره بتجيلنا بشكل يومي على يعني صفحتنا على صفحه ما وراء الاحداث، وبنحاول يا جماعه نساعد على قد ما نقدر. بس انا حابه انوه مره تانية ان زي ما انتم شايفين الامور اللي هي فيها مشاكل صحية أو عمليات أو مشاكل بسبب إن هو دلوقتي مثلا زي أستاذ مجدي مش قادر يشتغل بسبب الحادثة اللي تعرض لها، وبالتالي دلوقتي بعد ما كان بياخد معاش والمعاش وقف محتاج مساعدة، فإحنا خدمتنا بتكون في إطار ده، في إطار اللي عنده إعاقة، اللي عنده مشكلة في الصحية، مشكلة في عملية، اتعرض لحاجة ونتيجتها بقت عنده إعاقة، يعني كلها ليها علاقة بالصحة، أدوية، عمليات، الجزئية دي عشان بس بتجيلنا حاجات تانية. مش محدش من حضراتكم يزعل لو في أمور تانية ملهاش علاقة بالحاجات الصحية والمرضية والعمليات ومضاعفات عمليات، وإنه لأن إحنا يعني إيماننا إنه لما بيبقى عند أي حد موقف طبي طارئ أو حاجة بتحصل إعاقة ما بتخلوش يقدر يشتغل، ده خلاص ده ملهاش حل غير ان احنا نحاول نساعده. لكن الامور التانية ما بتبقاش سهلة علينا، يعني لا تجهيز في جواز بنت ولا مش عارف مين عايز مشروع ايه والحاجات اللي زي كده احنا ما بنقدرش حقيقي يعني. فارجوكوا بس عشان ما يبقاش يعني حد يزعل مننا، احنا كل ما هو خدمة البرنامج ما وراء الاحداث ليها علاقة بالصحة، ادوية، عمليات، تعويضات بالنسبة لإعاقات حصلت نتيجة لحوادث أدت إلى يعني عجز في أي عضو من أعضاء الجسم يعني. فده أعتقد واضح عشان بس حضراتكم اللي بيبعت لنا وبنرد كده بنقول إن إحنا دي خدمتنا ما تزعلوش مننا. فإحنا متخصصين في أو يعني حبينا إن إحنا نخدم في البرنامج عن طريق في الجزئية دي. في طبعا برامج تانية وفي حاجات تانية وفي أماكن تانية كتير بتخدم في الأمور التانية، لكن ده بالنسبة لنا إحنا أكتر حاجة يعني نتكلم عنها. برضو كانت في السيدة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي هي من اسكندرية اللي كانت مديونة لشخص مسلم وان هو بيطاردها دلوقتي، ودي برضو احنا بنساعدها ليه؟ لان كان المبلغ اللي هي صرفته على علاج جوزها،
وعلى مشاكل صحية كانت عند جوزها وصرفت على مستشفيات وعلاج، وجوزها توفى ودلوقتي الراجل ده بيطاردها. وصل لنا مبلغ مش كل المبلغ، هي كانت الحقيقة أنا اتلخبطت، حتى هي كانت بتتكلم عن إن مديونة ب 32,000 مش 23. أنا لما جيت قلت لحضراتكم عكست وقلت 23، فهي مديونة ب 32,000. في بعض الناس بدأوا يساعدوا بالفعل، فعايزين نكمل عشان برضو تخلص من المبلغ ده. ده برضو بنساعدها ليه؟ علشان خاطر الموضوع الخاص بإنه كانت تصرف على جوزها، استلفت علشان تصرف على جوزها لعلاج ومرض، وكان عنده حاجات في المخ يعني، كانت يعني صرفت كل الأموال دي على مرضه وعلاجه وعملياته. فدي برضو عشان كده احنا بنساعدها، بجانب طبعا ان هي مستلفاها من جار مسلم، وانه الجار ده بيطاردها دلوقتي، ولا اما ان هي تدفع له الدين، لا اما ان هي يتجوزها بعقد عرفي، وامور كده صعبه. فيعني نتمنى برضو ان احنا نقف جنبها. انا بوضح عشان انه محدش، مش هنخرج بره الاطار ده، بره الامور اللي هي فيها عمليات وامور فيها وبيبعتوا لنا طبعا الاثباتات زي ما شفتوا مثلا هنا مع الاستاذ مجدي، بعت لنا كل التقارير بتاعته. برضو بطرس انتوا شفتوه بنفسكم، الحاجات اللي زي كده بتبقى بيتبعت التقارير والإشاعات عشان نطمن، وبنتواصل بمكان كنيسة عشان نتأكد برضو من الوضع الخاص بأي حالة بتتبعت لنا. فنتمنى كلنا نتكاتف مع بعض. هنقل بقى للأخبار بسرعة كده، هنمشي بسرعة شوية معاكم في بعض الأخبار القبطية. زي ما كنا أعلننا كانت جنازة الأنبا سوفيلس المتنيح بالأمس، وكانت ترأسها قداسة البابا توادروس. والبابا توادروس أثناء صلاة الجناز كان تحدث أو له جملة: الموت نوع راقي من السلام تفتقده الأرض. ترأس قداسة البابا توادروس الثاني أمس الخميس صلاة جناز الأنبا سوفيلس مطران أو أسقف البحر الأحمر الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر 77 عام، قضى منها 26 سنة أسقف لإبرشية البحر الأحمر. حضر الصلاة ممثل الطوائف المسيحية وعدد كبير من محبي الآب الأسقف الجليل. قال قداسة البابا: نودعه بعد أن حمل صليب المرض طويلا وتعب كثيرا، لكننا على رجاء القيامة نودعه. الله يسمح لنا بانتقال أحبائنا، نجتمع جميعا لكيما نودعهم ونذكر أنفسنا عفوا بهذه النهاية المكتوبة على كل إنسان خلق على الأرض أو على هذه الأرض. الموت هو حزن، لكنه حزن بلا يأس، لأننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. المتنيح الأنبا سوفيلس خدم إبرشيته بكل أمانة، فشيد الكنائس أماكن الخدمة، اهتم بالاجتماعات الروحية لكل القطاعات، ولذلك كنا نرى المحبة المتوفرة والوافرة في هذه الإبرشية. وبعدها تم نقل جثمان الأنبا سوفيلس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، حيث نقل الجثمان إلى مدينة الغردقة وفي كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه. وبعدها تمت أيضا مراسم الدفن بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وتمت مراسم الدفن اليوم. وشارك في صلاة التجنيز عددا من أحبار الكنيسة ولفيف من الآباء الكهنة، ودفن جثمان الأسقف في كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة. بركة صلاته تكون معانا، وبنعزي كل محبيه وكل أسرته. وتم تعيين نيافة الأنبا دانيال مشرف على إبرشية البحر الأحمر بعد رحيل الأنبا أبي فن الأنبا عفوا الأنبا سوفيلس. كمان عندنا في خبر تاني عن أنه الكوستف لوباتير نبيه هيكون سكرتير لشؤون المهجر، حيث أصدر قداسة البابا توادروس قرارا بابويا بانتداب الكوستف لوباتير نبيه معوض كاهن كنيسة ماري مرقس كيلوباترا مصر الجديدة سكرتيرا لقداسة البابا. وأضاف البابا في القرار أنه الكوستف لوباتير هيختص لشؤون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر والإبرشيات اللي خارج مصر. نتمنى له كل التوفيق. بالنسبة برضو طبعا يعني 15 فبراير تم تحديده كعيد للشهداء بناء على الموعد اللي كان فيه انتشر أو نزل الفيديو الشهير، طبعا فيديو شهداءنا شهداء مصر في ليبيا وفيديو ذبحهم وإعلان إيمانهم الصريح أمام العالم كله. فتم اعتماد عيد للشهداء بناء على هذا التاريخ اللي كان فيه إعلان أو انتشار الفيديو فيديو الذبح. والعيد كان المجمع هذا العيد كان مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان قرر أنه يكون من الاحتفال بهذا اليوم 15 فبراير من كل عام لعيد الشهداء الجدد.
اللي هم شهداء العصر الحديث، اللي كان طبعا شهداءنا شهداء مصر في ليبيا، يعني يعتبر أوحوا وإيمانهم ويعني فعلا استشهادهم على اسم المسيح، خلى ان احنا نفتكر في هذا اليوم كل شهداء الكنيسة الجدد في كل الأحداث اللي حصلت، سواء حادث كنيسة القديسين، سواء حادث كنيسة مرجرجس طنطا، وكنيسة ماري مرقس الأسكندرية، وكنيسة البطرسية. كل شهدائنا هذا اليوم هو يوم احتفال بكل شهدائنا، شهداء الأنبا صمويل 1 و2. يعني الفكرة ان في هذا اليوم بنتذكر كل شهداء الكنيسة في كل الأحداث اللي حصلت على مدى الفترة اللي فاتت، أو اللي هو يعتبر في العصر الحديث. هذا اليوم كان يوم استعلان شهادة إخواتنا في ليبيا، وثيقة حية اعترف فيها القتلة أن شهداء مصر قد ثبتوا على إيمانهم بالمسيح، عشان كده اتقتلوا. وهكذا أصبح للكنيسة عيدان للشهداء، عيد الشهداء الجدد اللي هو 15 فبراير، وفي كمان عيد رأس السنة القبطية في سبتمبر، والمسمى بعيد النيروز وهو بداية تقويم الشهداء. فالكنيسة بتحتفل بعيدين، وزي ما كنا قلنا، وطبعا برضو عرضنا أجزاء من المزار، إن ده ليه قدسية خاصة هذا الاحتفال، أو ليه رمز ومعنى خاص بالنسبة لكنيسة أو مطرانية شهداء الإيمان والوطن في قرية العور بمدينة صملوط محافظة المنيا، عشان ده أول إحياء لذكرى الشهداء وهم معاهم والجسامين معاهم في الكنيسة. الحاجة التانية برضو أشرنا من خلال الفيديو اللي عرضناه قبل كده، لو تفتكروا اللي متابعيننا، كان في حلقة خاصة عرضنا فيها، كان فيديو وانتشر اليومين دول على مواقع التواصل الاجتماعي مرة تانية، كان على الاعترافات بتاعت واحد من اللي كانوا أرشدوا على مكان الجسامين دول في ليبيا، وأنه كان شاهد على عملية الذبح، وحكى عن أمور كتيرة لغاية وإزاي أن هم اكتشفوا مكان الجسامين، وإزاي أن احنا شفنا طبعا الأحذية بتاعتهم واللبس بتاعهم، وإزاي أن كان في موثقين بإيديهم، يعني إيديهم يعني مربوطة من ورا. فشفنا كل ده، وزي ما يعني عايز أقول لكم برضو حاجة، أنه احنا الموعد ده اللي هو يوم إعلان الفيديو، أو يوم يعني مداعش نشرت الفيديو، ولكن هو 15 فبراير، ولكن الاستشهاد كان في أواخر يناير تقريبا. بركة صلواتهم تكون معنا، واحتفال وذكرى لكل شهدائنا، بنقول لكل أسر شهدائنا شهداء العصر الحديث، تعيشوا وتفتكروا. وفعلا الكنيسة مبنية على دماء الشهداء، ومش هيكونوا آخر شهداء، احنا كلنا فاهمين وعارفين ده كويس، وإنه كنيستنا بتروى دائما بدماء الشهداء على مدى العصور ومستمرين، يعني ربنا يعزي الجميع. برضو كان في حادث سير، احنا الحوادث اللي فاتت، يمكن الحلقة اللي فاتت كان في الشابة اللي توفت برضو بسبب حادث قطر ضربها في المنوفية. امبارح كان مدير مستشفى ابو رقاص وزوجته وابنه كيفن، الدكتور إكرامي ممدوح نصيف، وزوجته دكتورة شيرين ساويرس، وابنهم كيفن، هم عندهم كيفن وكاترين وكارين عفوا. لكن اللي كانوا مع بعض اللي توفوا في الحادث ده نتيجة لسقوط العربية في ترعة الإبراهيمية على طريق المحرس ملوي، كان توفى الزوج والزوجة والطفل كيفن. يعني ربنا يا رب يعزي كارين هي معاهم، وربنا يقويها ويعزي كل يعني كل أسرتهم وكل أصحابهم وأحبائهم. وطبعا يعني كان في حد برضو يعني كان كاتب أنه ده زمن الاختطاف، وفي حد كمان شهد شهادة لما حطينا البوست على صفحتنا أنه هو يعرفه كويس جدا، وأنه كان رايح له قريب وكان يظهر بيعزيه في وفاة حد، فكان بيقول له أن الزمن ده زمن الاختطاف، وقال قاعد يتكلم نص ساعة عن موضوع الاختطاف وكأنه بيمهد لأنه هيتم اختطافهم، أو أنه يعني فيعني أكيد هم في السماء، ربنا يا رب يعني يعزي كل أسرتهم ويكون مع كارين ويصبرها يا رب على فراق والدها ووالدتها وأخوها. أعزائنا لكل الأسرة. أيضا انتقلت عروس السماء بعد صراع مع المرض مريم جابر. مريم برضو كانوا يعني في صلوات كثيرة من أجل شفائها، ولكن المسيح أراد بأنه يسترد ودعته وراحت السماء، ومع المسيح طبعا ذاك أفضل جدا. ولكن نصلي من أجل أسرة مريم جابر أنه ربنا يا رب يديهم عزاء ويصبر قلوبهم كل أسرتها وكل أيضا محبيها.
في تحذير من برشيد حلوان من انتحال صفاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واحنا نبهنا على الموضوع ده عشرات المرات. من فضلكم يا جماعة، مش اي موقع، مش اي حاجه تتعمل باسم ابرشيه او دير او كاهن تصدقوا اي حاجه تتنشر عليه. وحتى المنيا بعد الاشاعات اللي كانت على الانبا، على نيافه الانبا مكاريوس، برضو اصدروا هذا التحذير. فخلوا بالكم من المواضيع دي، وبلاش تنساقوا على اي حاجات وخلاص. فالابرشيه هنا بتنوه ايضا بنفس الفكره، بتؤكد ابرشيه حلوان والمعصره للاقباط الارثوذكس انه لا علاقه لها باي حساب ينتحل صفاتها ومسماها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف قنواتها وعلى رأسها فيسبوك وتويتر. كما تتبرأ الإبرشية من الحساب المسمى أخبار إبرشية حلوان، في إشارة إلى أنه لا حسابات أو صفحات رسمية للإبرشية عبر الفيسبوك نهائي. كما تنوه أن كافة أخبارها تخرج عبر قنواتها الشرعية، وهي نيافة الأنبا، نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف الإبرشية، وكيل المطرية والمنسق الإعلامي. نتمنى أن حضراتكم يعني ما نروحش لأي مواقع وخلاص ولا ننقل منها. قريبا إن شاء الله هيكون عندنا إنتاج ضخم لفيلم اسمه بابا العرب، وهو عن حياة العظيم في البطاركة المتنيح البابا شنودة الثالث. الفيلم إخراج ألبير مكرم. جعلتك يا مصر في مهجتي، نحن لا ننسى على مدى الدهر ما صنعه البابا شنودة في حياتي، وأهواك يا مصر عمق الهوى، إذا غبت عنك ولو فترة أذوب حنينا أقاسي النوى. إغلاق قرار رئيس الجمهور بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية. إذا عطشت إلى الحب يوما بحبك يا مصر قلبي ارتوى، نوى الكل رفعك فوق الرؤوس، وحقا لكل امرئ كل ما نوى. واضح ان في يعني فعلا انتاج جميل، وواضح كده من الكواليتي للبرومو ان حاجه عظيمه. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف كلنا هذا الفيلم. بالنسبه للصلاه الخاصه بوحده الكنائس هذه الايام، القس رفعت فكري قال علينا هدم السدود وبناء جسور الود والمحبه، حيث اشاد القس رفعت فكري رئيس مجلس سنود سنيل الانجيلي خلال اجتماع مجلس كنائس مصر، اشاد بقداسه البابا تودروس الثاني، حيث اوضح انه يتمتع بعقل وقلب كبير، وهو يعد اضافه للمجتمع المصري ككل وليس الكنيسه فقط. يمتلك قلبا يحتوي الكبير والصغير، فهو يتحدث للكبار بلياقه ومع الاطفال ببساطة. وقال القس رفعت فكري عن اجتماعات مجلس كنائس مصر: نجتمع مع بعض ونحن نؤمن بكتاب مقدس واحد لم تمسه يد التحريف، نؤمن بمسيح واحد إله واحد، نؤمن بصليب السيد المسيح، وهذا الإيمان الواحد الذي يجمعنا إذ تجمعنا حواليها تغنينا عن أن لا نتحدث في هذه الخلافات. وطبعا حضراتكم يعني احنا زي ما بنقول صلوات واجتماعات كثيرة من أجل الوحدة، نتمنى أن الوحدة دي ترجم بأول حاجة موضوع توحيد الأعياد، يعني ده اللي احنا كلنا بنتمناه. وأمين مجلس كنائس مصر بيقول يجب أن ننتقل من الكلام إلى العمل، هو بيشاركني في الموضوع ده. بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر: أشكر العناية الإلهية التي تدبر لنا كل شيء، مضيفا: قدمت الكنيسة الأرثوذكسية القديسين والرهبان والعالم اليوم في القرن 21 لا زال ينهج بمنهج الأنبا أنطونيوس، حان الوقت أن ننتقل من الكلام إلى العمل. وأنه مجلس كنائس مصر بيتكون من 5
كنائس ومهما تعددت المهام فهي ليست رغبتنا بل رغبة المسيح. نطلب صلاتكم ودعمكم لتصل رسالة وأول وحدة هو قبول الآخر المختلف محبته، وأنا أعرف ذاتي عن طريق الآخر. المحور الثاني توزيع نطاق عمل المجلس لخارج القاهرة وصوله للصعيد لكي يقبل الشعب بعضه البعض، وعلينا أن نحب بعضنا البعض. والبابا قال الكلام أصبح تجارة رائجة في العالم، احذروا الوقوع في اللف والدوران. عموما احنا زي ما بنقول ده أملنا كلنا أن يخرج الأمر من نطاق كلام، من نطاق حتى صلاة بنصلي، وده مهم ان احنا نصلي، بس عايزين يبتدي يترجم من خلال قيادات الكنائس الموجودين حاليا، يكون في فعلا اجتماع حب، يكون في مظاهر توضح بالفعل انه هناك قبول لانه يكون في الوحدة ووحدة الأعياد اللي هنقول هتجمعنا. احنا هنا لا بنتكلم في عقيدة ولا فكر ولا انه مش في الناس اللي ضد ده، لا لا، ده مش إيمان واحد، هو إنجيلنا واحد، دستورنا واحد. فبالتالي يعني ان احنا نعيد كلنا برضو في عيد واحد دي حاجة جميلة، وتبتدي من هذا المنطلق ندخل في منطلق تاني، وان احنا طبعا نحب بعض ونقبل بعض، وما فيش داعي لتجريح بعض. كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، افتكروا ده، لان احنا كلنا في المسيح واحد، بتختلف طرق العبادة يعني او العقيدة او ممارسة العقيدة والايمان، ولكن مفترض ان احنا دستورنا وانجيلنا هو واحد. كان في احتفال لخدمة الراعي وأم النور اسمه ثمرة محبة، نظمت أمس الخميس خدمة الراعي وأم النور التابعة لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية حفلها السنوي في إطار عملها للتعريف بأنشطة الخدمة، الخدمة طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها كتير، وهذه الخدمة التي تعنى بالمعدمين وبإخوة الرب الأصاغر اللي هم زي ما تقال كده انه بينتقلوا من يعني مرحلة المعدم للفقير. والحفل كان شارك فيه مجموعة كبيرة منهم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة. عرضت في بداية الحفل كلمة مسجلة لقداسة البابا توادروس تحدث فيها عن أهمية تعديد هذه الخدمة ونشاطها التي يعمل فيها المئات من المتطوعين والخدام. كما قدم المهندس سمير كوزمان رئيس مجلس إدارة خدمة الراعي أم النور في كلمته كشف حساب السنة الماضية، وأشار إلى أن شاركت في مساندة وتعديد أكثر من 11 ألف أسرة، ده بالنسبة للخدمة، في 25 إبرشيب 9 محافظات في مجالات متنوعة، التعليم، الصحة، القطاع الروحي والقطاع السكني. كان في كلمة جميلة لنيافة الأنبا يوليوس شكر فيها الخدمة، وكان في كمان كلمة جميلة لنبيلة مكرم، وبرضو حكت انها اخدت ولادها للخدمة دي، ويمكن كنت كتير بقول لكم من خلال دعمنا لهذه الخدمة وعرضنا كتير من خدماتها ان برضو انا كنت قبل ما اجي من مصر كنت حريصة ان انا يعني فعلا كان ليا الشرف واسعد بان انا كنت شاركت في الخدمة ونزلت معاهم، وكان برضو باخد ولادي لنفس الفكرة ان احنا نشوف قد ايه في ناس يا جماعة، يعني الولاد ولادنا اللي عايشين في رفاهيات فعلا كتيرة قوي، مش حاسين بانه في ناس ما عندهم همشي أبسط الاحتياجات، فلما يشوفوا ده يشكروا ربنا جدا، ويبقى بتنمي عندهم من صغرهم كمان ان هم ازاي ان هم يشاركوا في الخدمات اللي زي كده، ازاي ان هم برضو يدفعوا حتى من مصروفهم لدعم الخدمات دي، ولما يكبروا ويبتدوا يشتغلوا يبقى عندهم ده يعني ترند كده، او انه ده يعني يبقى حاجة اساسية عندهم ان هم يساعدوا، ان احنا كلنا نقف جنب بعض ونساعد الاسر اللي في هذا الاحتياج. أسبوعين في رحاب الكنيسة الأم شباب أقباط النمسا في مصر للمرة الخامسة، حيث نظمت إبرشيتا النمسا والإبرشيتين بتوعنا بالنمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا للسنة الخامسة على التوالي، رحلة للشباب من أبنائها لقضاء أسبوعين في كنيستهم الأم بمصر. دي برضو بتبقى حاجة جميلة قوي إن الشباب اللي عايشين، الشباب اللي هي من جزر مصرية اللي عايشين برا، كتير جدا بتتنظم الرحلات دي، وكان في المؤتمر الشباب برضو اللي كان منظمه البابا الفترة اللي فاتت، برضو ده بيقرب الدنيا ما بين الإبرشيات بتاعت الكنيسة في الخارج وما بين الإبرشية الأم، ويشوفوا برضو معالم، وبتكون في يعني برنامج ظريف حلو قوي للرحلات دي. هروح برضو كمان لعندنا بقى بالنسبة لي، كان في أزمة بمطار لبنان لمسيحي الشرق الأوسط والعالمي، أثارت مجموعة من الصور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأشخاص بيستخدموا الكنيسة المخصصة للصلاة في مطار رفيق الحريري الدولي للنوم، أثارت أزمة في لبنان.
أشار المركز الكاثوليكي للإعلام ببيروت في بيان له أن بعض مواقع التواصل كانت نشرت الصور دي لمسافرين بيستخدموا الكنيسة في حرم مطار رفيق الحريري للنوم والاستراحة، وقال أن هذا الأمر مرفوض ومستنكر إذ يشكل انتهاك لمكان مقدس ويمس شعور المسيحيين، وعليه فإننا نطالب الجهات المسؤولة بعدم السماح بتكرار ما حدث واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. يعني المفترض أنه دايما لو حتى في ترانزيت أو حاجات زي كده الناس بتقعد في المطارات نفسها، يعني مش ان هم يدخلوا الكنيسة ويستخدموها كمكان للنوم. ومن السعودية، بن سلمان يروج لتسامح السعودية بفيلم من شبكة إنجيلية أمريكية عن المسيحية في السعودية. ذكرت مصادر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على فكرة استقبال المملكة لطاقم تصوير من شبكة البث المسيحية الإنجيلية الأمريكية CBN بغرض إنجاز فيلم وثائقي حول آثار الدين المسيحي والكنائس الموجودة في السعودية، وذلك بغرض الترويج أن المملكة تؤمن بالتسامح الديني والتعايش السلمي. وأكدت المصادر نفسها أنه تم تكليف السفارة السعودية في واشنطن بالعمل على تسهيل مهمة الفريق، وأن التاريخ المقترح لزيارة المملكة خلال هذا الشهر فبراير أو مارس المقبل على أن يكون الفيلم الوثائقي جاهز قبل عيدي الفصح في 21 إبريل. أنتوا عارفين أنه ولي العهد بيحاول يعمل نقلة، وأنه كان الفترة اللي فاتت كان في لقاءات مع مسيحيين إنجليين أمريكيين، وبرضو كانت قال برضو وفد من الكنيسة الكاثوليكية، والأمور فيها كده نوع من أنواع أنه ربنا يسهل وأنه يكون في كنائس يعني في السعودية، وأنه يكون في حرية لممارسة العبادة اللي منها بقى نروح بيها لمصر، وتكون يعني الموضوع ده حق كل ناس في كل قرية، عدد من المسيحيين في كل القرى أن يكون لهم كنيسة في قراهم. هنتابع معاكم الأمور دي بالنسبة لهذا الفيلم من شبكة CBN. بسرعة، مصر النهاردة كان في إبطال مفعول قنبلة في ميدان الجيزة في موقع عربيات الأمن. الحمد لله ان هم قدروا يفككوا القنبلة دي اللي كانت يعني حارس عقار بالميدان كان صرح مصدر امني، يعني كان شهادته، وكان في مصدر امني قال ان عناصر من تنظيم الاخوان الارهابي حاولت استهداف قول امني بعبوات بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة. وفي الفيديوهات الابطال المفعول والقنبلتين، القنبلة يعني كان في قنبلة وقنبلة تانية، فيعني زي ما انتوا شايفين كده، فيعني الحقيقة الحمد لله ان ما فيش اي اصابات ولا اي حاجة. والاجهزة الامنية بالجيزة بدأت فحص الكاميرات بموقع الحادث، وخبراء المفرقعات من قوة الحماية المدنية ابطلوا مفعول قنبلة وفجروه عن بعد بمدفع المياه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وانتقل فريق من نيابة اسم الجيزة الى موقع الحادث للمعاينة. ربنا يحمي كل المصريين ويحمينا جميعا يا رب. هننقل للتعديلات الدستورية، والبرلمان وافق بالامس على مبدأ التعديلات الدستورية. الحقيقة طبعا كان في نقاشات، وكان يعني هتفاجئوا حضراتكم انه مين هم اللي رافضين التعديلات دي من عدد من اعضاء البرلمان. كان 17 فقط من اعضاء البرلمان رافضين التعديلات الدستورية مقابل 485 موافقة. فيعني زي ما انتوا يعني عارفين الوضع يعني، وانه كله بيقول امين. لكن الحقيقة انا توقفت عند كلمة احمد طنطاوي اللي اكد فيها، اللي اتكلم بكل صراحة وبكل قوة. خلينا نسمعه الحقيقة النائب احمد طنطاوي، وناس كتيرة اشادت بجرأته في الكلام. نشوف مع بعض ماذا قال النائب احمد طنطاوي وتعليله لرفض هذه التعديلات الدستورية. السر التي لم اسمع ان احدا من المتخصصين في العلوم الدستورية تجرأ على العلم أو اقترأ على الحقيقة وقال غيرها، فإن ما نقوم به الآن في مجلس النواب قولا واحدا هو باطل دستوري. هذا استنادا إلى موضعين في المادة 226 وليس موضعا واحدا. هذا لأنه ليس من حق هذا البرلمان أن يعدل المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة أو بمبادئ الحقوق أو الحريات أو المساواة إلا لمزيد من الضمانات، ثم أنه ليس أيضا من حق مجلس النواب إلا أن يعدل لا أن يستحدث مادة جديدة تخالف كل الأعراف القانونية وحتى اللائحية، لأنها تفقد صفة العموم والتجرد وجاءت مفصلة خصيصا لشخص واحد لم يغب عنها إلا أن نفتح قوسين ونذكر اسم هذا الشخص. أما على مستوى واجبات النيابية فأنا مضطر للأسف
إذا ما وافقت الأغلبية أن ندخل في التفاصيل ونتحدث في المواد التي جاءت جميعها ردة، انتكاسة، عودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما كان قبل 25 يناير، تركيز السلطة المطلقة في يد شخص واحد، ونحن نؤمن أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. نحن نضحي الآن بما يعد مكتسبا وحيدا للشعب المصري بناء عليه سيادة النائب الوقت انت، ونعود إلى ما يشبه منطق العصور الوسطى في نظم بناء عليه بناء عليه. هقول بناء عليه رئيس، انت حضرتك اديتني دقيقة. كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ، بينما كان ينتظر منا الشعب حقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاءت له الأغلبية بتعديلات دستورية. أذكركم يا سادة بكلام الخال، ومصر عارفة وشايفة وبتصبر، لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. شكراً، إن الله بصير بالعباد. شكراً، صدق الله العظيم. شكراً. مصر عارفة وشايفة وبتصبر، وزي ما قلت لكم احنا كلنا عارفين انه التعديلات هتتم، ولكن هؤلاء اللي بيثبتوا زي ما بيقول اثبات موقف، عشان لما تحصل حاجة بعد كده في المستقبل يتقال هم دول الناس اللي كان عندهم الرؤية دي. هيثم الحريري كمان اعلن واكد على موقفه الثابت من التعديلات الدستورية، على اساس ان كان في ناس الفترة اللي فاتت قالوا ان هو تقهقر بعد ما تم يعني تسريب تسجيل صوتي له واتهامه بالترويج امور إباحية، أو يعني الكلام ده اللي أنا بحبش زي ما قلت لكم أتطرق لي. كمان في العضو أكمل قرطام الحقيقة موجه حديثه لرئيس المجلس علي عبد العال، كان بيقول أنه زي ما أنتم بتشي هو انسحب من جلسة التصويت على تعديل الدستور، وقال ده عدوان على حق في حق الشعب ومؤسسات الدولة، وهو ما أثار عدد من النواب وهاجموا النائب أكمل قرطام، الأمر الذي دفع رئيس المجلس للتدخل قائلا السادة النواب اتركوه يتكلم وسأرد عليه. يا سيادة النائب البداية خاطئة، فكلمة عدوان كبيرة جدا، وتابع مخاطبا النواب اجلسوا أنتم تفسدون الجلسة وأنا كفيل بالرد عليه، اتفضل يا أكمل قل ما تشاء. يعني الجلسة خدت زي ما شايفين كده شد وجذب، وفي النهاية أسماء الـ17 اللي هم نقولهم، معلش أنا عايزة أقولهم لحضراتكم علشان قلنا ده توثيق، يعني الـ17 اللي هم رفضوا تعديل الدستور: سمير غطاس، جمال الشريف، هيثم الحريري، طلعت خليل، مصطفى حسين، أحمد الشرقاوي، محمد عبد الغني، ضياء الدين داود، مصطفى كمال الدين، أكمل قرطام، محمد العثماني، رضا البلتاجي، سيد عبد العال، أحمد الطنطاوي، أحمد البرديسي، نادية هنري، فايزة محمود. وزي ما يعني سمعتوا وزي ما هنشوف في الفترة اللي جاية، يا ترى الـ17 هيقدروا يستمروا في ان هم يحاولوا حتى يعملوا اي حاجة، يحاولوا يزبطوا الميزان، ولا ايه اللي هيحصل في البرلمان. ما علينا، اللجان النقابية بالإذاعة والتلفزيون تؤيد التعديلات الدستورية. عندنا اليومين دول في احنا يعني كان في مؤتمرات عشان نحاول أدمج ما بين الشرق الأوسط والعالمي ومصر، عشان نحاول نقول لحضراتكم أهم حاجة على الساحة في الوقت المتبقي لينا. في مؤتمر مهم للأمن في ميونخ والرئيس السيسي بيشارك فيه، وبالفعل هو وصل الرئيس السيسي أمس الخميس للمشاركة في هذا المؤتمر، وهنتكلم برضو عن المؤتمرات التانية اللي هو كان مؤتمر وارسو، وكان في برضو المؤتمر اللي كان في سوتشي بالأمس. لكن قبل ما يعني أنا هكتفي بالأخبار دي كده بالنسبة لمصر، ولو إني بس كنت عايزة حاجة واحدة أقولها لحضراتكم لو كانت معانا، على موضوع كان في دهس سيدة حامل في موضوعين كده بسرعة. موضوع وزيرة الصحة هالة زايد كانت عاملة مشكلة مع الصيادلة اليومين اللي فاتوا، ووصل الأمر ان كان في هاشتاج بيطالب بإقالة وزيرة الصحة. هي الحقيقة قالت يعني كان في مجموعة من الطلاب من خريجي كلية الصيدلة يعني كانت المفروض ان هم متأخر التكليف بتاعهم، و وقالت هو انا يعني هو انا مطلوب ان انا يعني اعين او اوزع اللي هم الصيادله دول كلهم في التكليف وانا مش محتاجاهم، مخليهم في الشارع.
كلمة خليهم في الشارع دي طبعا أثارت يعني بصراحة ردود فعل كتيرة جدا. الصيادلة مكانهم مش في الشارع يا وزيرة الطب فقط، الصيادلة مكانهم في مصانع الدواء. حضرتك فكرتي تشغلي المصانع اللي واقفة؟ الصيادلة مكانهم في مستشفيات الوزارة. حضرتك فكرتي تنشطي الصيدلية الإكلينيكية في مستشفيات تابعة ليكي؟ وده كان مينا ساويرس، وطبعا ده كان تريندنج من البي بي سي، جاب الآراء كلها والمواضيع زي ما بقول لكم. طبعا انه نداء الى الوزيره انه تلويح وتشويح للنواب المسؤولين عن محاسبتك، ومرفوض من شخصيه المفروض انها وزيره صحه وطبيبه يعني متعلمه وعارفه قواعد الحوار، اهانتك للصيادله مرفوضه. اما احنا في الشارع، اما احنا في الشارع او انت اللي في الشارع. الامر طبعا صعب جدا يا جماعه ان كلمه زي كده يخليهم في الشارع دي. عموما دي كانت حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه، وزير التربيه والتعليم كان هو يمكن طبعا في تقدير لقراره ده، اي طلاب مش هيسددوا المصروفات بالمدارس اليابانيه هيتم تحويلهم لاقرب مدرسه. ليه حصل ده؟ لان كان في اطفال من المدرسه اليابانيه كانوا اهاليهم خلوهم يعملوا اضراب امام احدى المدارس اليابانيه عشان مش عايزين يدفعوا المصاريف المبالغ فيها. فطبعا خلاص انت مش عايز تدفع المصاريف اللي انت المفروض متفقين عليها ومتعاقد عليها بشأن المدارس اليابانية ومش قادر عليها، روح لمدارس حكومية. وزي ما بقول لكم كان في اللي هو موضوع السيده اللي كانت يعني اتدهست بميكروباص، سيده حامل في الاسكندريه، وده حادث مأساوي كانت سجلته كاميرات المراقبه. سيده حامل في الشهر السادس لقيت مصرعها دهسا بعدما صدمها ميكروباص باحد شوارع منطقه الورديان غربي الاسكندريه، وده اثناء تجربته. قال لك ان هو ايه اللي حصل، بصوا الفيديو. يعني هو المفترض انه كانت الست هي وجوزها وابنها تقريبا، وبعدين انه الميكروباص، بصوا شايفين الدنيا يا جماعة، قال ايه كان بيجربه فبعد الصيانة. ده ينفع الكلام ده؟ يعني هل ده ينفع؟ هو مش التجربة دي المفروض انها تكون في الورشة، المفروض انها بتكون في مكان ما فيهوش سكان ما فيهوش ناس علشان خاطر تعمل ده؟ يعني ربنا يا رب يعزي زوجها ويعزي أسرتها ويتولاهم يعني بصراحة، لأنه حتى كمان برضو هم شافوها بتموت قدام عينيهم يعني، فربنا يتمكن. النهاردة بقى وفي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله بيتحدث عن إعلان ترامب النهاردة بأنه هيتم توقيع الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه ده، احنا هيبقى عندنا طوارئ في أمريكا ليه يا جماعة؟ في إيه اللي حاصل؟ تعرفين الجدل اللي كان حاصل اليومين اللي فاتوا بسبب أنه ترامب عايز تمويل كبير حوالي 7 مليار تقريبا او حاجه زي كده على موضوع الجدار اللي ما بين امريكا والمكسيك. وهو كان في حملته الانتخابيه كان وعد بانه الجدار ده هيتبني عشان حمايه الامن القومي للولايات المتحده الامريكيه، وانه بيجي عن طريق الناس اللي بيجوا عن طريق الحدود دي بيهربوا معاهم مخدرات وبييجوا يشتغلوا كاش من غير ما يبقوا مسجلين في الدوله في البلد يعني في امريكا، وانه عبء على امريكا وحاجات كتير قوي كان بيتكلم عنها، وانه بتزيد نسبة الحوادث والكلام ده كله. النهاردة كان ترامب يعني، وطبعا بفكركم فعلا ان هو وقت الحملة الانتخابية كان قال انه المكسيك هي اللي هتدفع لبناء الجدار. طبعا المكسيك مرضيتش انها تدفع، وبدأ الجدل ما بين ترامب والكونجرس علشان يعملوا يعني يمضوا او يوقعوا على الميزانية بانه يتم تمويل الجدار. وشفتوا الموضوع انه طبعا الديمقراطيين رافضين ومش شايفين انه في اي قيمه للجدار ولا انه هيعمل ولا انه في ازمه اساسا. بيقول لك احنا بلد الولايات المتحده الامريكيه عايشه على الهجره من زمان، وفي ناس كتير جدا بيدخلوا بشكل غير شرعي وبعدين بتبتدي دراسه حالاتهم، وانه المواضيع ما هياش ليها علاقه بانه احنا ندفع المصاريف دي كلها للجدار. وحصل لما ما خدش التوقيع على الميزانيه دي امر باغلاق الحكومه بشكل جزئي، وبعدين اتفتحت حكومة بشكل مبدئي كانت لغاية 15 فبراير اللي هو النهاردة. فجي النهاردة بقى علشان قالك علشان نتلاشى حكاية ان احنا نغلق الحكومة مرة تانية، انا هعلن الطوارئ في الولايات المتحدة الامريكية. نسمع الرئيس دونالد ترامب وهو بيعلن عن حالة الطوارئ بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية. اليوم على اعلان حالة الطوارئ الوطنية، وهذا أمر رائع لأن هناك غزو للمخدرات للعصابات للمجرمين لبلدنا بشكل غير مسبوق،
ومن خلال هذا التوقيع على حالة الإعلان، كما قلت حالة الإعلان تم التوقيع عنها منذ الكثير من الرؤساء قاموا بالتوقيع من قبل على هذا الإعلانات. الرئيس أوباما وقع على وأعلن حالة الطوارئ الوطنية عندما تعامل مع الكارتيل عصابات المخدرات. إذن هذا القانون الآن فاعل وينفذ، حالة الطوارئ التي وقع عليها أوباما. هذا أمر بسيط ليس معقد. ما نود أن نقيم به هو وقف تدفق المخدرات إلى بلدنا، نود وقف تدفق العصابات والمجرمين إلى بلدنا. هو بالفعل كلامه صح، كان في اعلان لحاله الطوارئ لاسباب تانية وكانت كمان اقل، بيقول انها كانت اقل اهميه من اهميه بناء الجدار. طيب هو ايه الفكره في انه حاله الطوارئ دي هتعمل ايه لترامب؟ حسب بيان من صادر من البيت الابيض، فان ترامب سيوقع مرسوم بقانون لتامين منطقه الحدود الجنوبيه لامريكا، وسيعلن الطوارئ ليتمكن من تجنب الاغلاق الحكومي الاتحادي وتفادي معارضه الكونجرس رصد المبلغ المطلوب لبناء الجدار. يفترض ان تسمح هذه الخطوه لترامب بتامين الأموال المطلوبة لبناء الجدار منين؟ من الميزانية العسكرية. ولكن رغم ذلك يبقى قانون حماية الحدود بحاجة إلى موافقة من الكونجرس الذي يناقش القانون حاليا. طيب الكونجرس مش هيوافق خلاص، لأن الكونجرس الأغلبية ديمقراطيين، ولكن مجلس الشيوخ الأغلبية الأغلبية جمهوريون. المفترض علشان يوقفوا إعلان الطوارئ في حاجة اسمها قانون موحد. القانون الموحد ده لازم يكون بأغلبية أعضاء النواب، مجلس النواب والشيوخ، وده للأسف صعب أنه يتعمل لأنه مجلس الشيوخ الأغلبية جمهوريين، صعب أنه هو يشارك في قانون موحد ضد مرشحه أو ضد يعني الرئيس اللي هو بينتمي لحزبه. الأمر هيوصل لإيه؟ الأمر هيوصل لإنه هتبقى فيه قضية هتترفع أو دعوة هتترفع أمام المحاكم الأولية، والقضية دي هيرفع قدامها دونالد ترامب قضية تانية. هيوصل الأمر إنه هنا القضية دي هتشتغل والقضية هتشتغل في المحاكم الدنيا بيسموها، يعني لأن الموضوع هيوصل المحكمة العليا. في المحاكم دي هيبقى طبعا الحكم ضد ترامب، لكن هو ترامب واثق إنه لما يترفع الأمر للمحكمة العليا المحكمة العليا هتوافق على موضوع الطوارئ وعلى تمويل الجدار، وده اللي كتير جدا من المحللين متوقعين إنه ده اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. ومعنى كده إن الجدار مش هيتبني بسرعة أو مش هتبني على طول، فهتاخد الحكاية دي كده فترة. وطبعا احنا بعد كده عندنا طبعا الانتخابات لدونالد ترامب لفترة تانية، بس على الأقل قدام الناس بتوعه هيبان أو قدام المؤيدين هيبان إنه هو حاول. طبعا جزئية انه هو قال انه المكسيك هتمول الجدار، هو برضو مؤيدين ترامب بيعتبروا انه دي حاجة انه المكسيك رفض، ولكن في النهاية هو ايه رغبة ترامب في الجدار، في بناء الجدار لانه يحمي الولايات المتحدة الامريكية من الاعداد الرهيبة اللي بتدخل في الهجرة غير الشرعية. النهاردة برضو وقعة تانية حصلت، انه في مؤتمر وارسو، انتوا عارفين وقلت لكم الحلقه اللي فاتت ان المؤتمر ده متجمع فيه وزراء الخارجيه العرب، عرب مع وزراء خارجيه من دول اوروبيه ومن امريكا، والمؤتمر ده كان علشان خاطر بيناقشوا فيه بشكل اساسي انه ازاي انه يتم التوافق ما بين الدول دي كلها ويتوحدوا في حاجه واحده ضد ايران. يعني الوزراء العرب الخارجية العرب مع وزراء بعض وزراء من أوروبا مع أمريكا مع إسرائيل هيبقوا ضد إيران. راح مكتب نتنياهو سرب فيديو لوزراء خارجية عرب بيدافعوا عن إسرائيل وبيقولوا إنه إحنا مش مهم عندنا مشكلة القضية الفلسطينية الإسرائيلية دلوقتي، إحنا همنا الأول هو انه احنا نتكاتف مع إسرائيل او نتوحد مع إسرائيل ضد إيران. الموضوع ده قلب الدنيا، قلب الدنيا طبعا، ونتج على انه بعد ما اتنشر على الصفحة الخاصة بنتنياهو مفيش نص ساعة وتشيل الفيديو اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم، واللي بيبان فيه الوزراء الثلاث دول عربية خليجية بيدافعوا عن اسرائيل وبيهاجموا ايران. الفيديو مدته 25 دقيقة. وزير الخارجية البحريني قال ان مواجهة الجمهورية الاسلامية تعد اكثر الحاحا من حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ويمثل الفيديو اللي بتقول وسائل الاعلام ان مكتب نتنياهو ارسله لعدد من الصحفيين الاسرائيليين جزء من حلقة نقاش كانت مغلقة على هامش افتتاح مؤتمر الشرق الاوسط المنعقد حاليا في وارسو ببولندا. مش بس ده اللي
الجدل. كمان كان في وزير الخارجية اليمني علق على جلوسه بجوار نتنياهو، برضو نتنياهو هو اللي نشر الصورة دي. وبعد كده على فكرة نتنياهو شال الفيديو ده 25 دقيقة وشال الصورة اللي هو كان جنبه خالد اليمني اللي هو وزير الخارجية اليمني. وبعد كده خالد اليمني طبعا اليمني كان علق على الموضوع، يا جماعه قال لك احنا لما بنكون في في في, في الامم المتحده بنجلس وبيكون معانا اسرائيل، وان ده خطا بروتوكولي غير مقصود، ولكن انتوا عارفين انه اليمن والتحالف مع السعوديه بيحاربوا الحوثيين اللي هم تبع ايران والممولين من ايران، وانه الواضح جدا ان هناك من الخلف يعني تعامل ما بين أو يعني أمور كثيرة بتجرى وجلسات كثيرة بتحدث ما بين إسرائيل وما بين وزراء خارجية عرب وممكن كمان يكون رؤساء عرب. فأعتقد أنه الموضوع كده ظهر جدا جدا. و برضو كمان أطلق وزير رئيس الوزراء نتنياهو تصريحات استفزت البولنديين وأثارت فضيحة دبلوماسية بين البلدين. فأعتقد أنه الموضوع يعني كان فيه أمور كتيرة جدا في ورسه. لكن على الجانب الآخر كانت قمة سوتشي اللي هي القمة الثلاثية ما بين الرئيس التركي والرئيس الإيراني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت بتحث المجتمع الدولي على دعم السوريين وبتشكك في نية واشنطن الانسحاب. من الحاجات اللي صرح بيها دونالد ترامب النهاردة أنه هيكون في قرارات مهمة جدا خلال 24 ساعة بالنسبة لموضوع نهاية الخلافة اللي هي كانت بزعامة الخلافة الإسلامية اللي كانت بتتبناها داعش، وأن هم عملوا انتصارات كبيرة جدا وأنه خلاص الوقت حان علشان تنسحب القوات الأمريكية من الأراضي الروسية. ولكن في اعتراض من الكونجرس على هذا الموضوع. إذن الأمور والمؤتمرات، وهنتابع مؤتمر الأمن اللي هو بالنسبة اللي موجود في ميونخ واللي بيحضره الرئيس السيسي، لأنه برضو خايفين أنه تحصل هجمات من داعش اليومين اللي جاية. يعني لم تنتهي فعلا يعني داعش ولا الأمور الإرهابية اللي بتقوم بها داعش. بشكركم مشاهدينا على متابعتنا، وإن شاء الله ألقاكم على خير وما وراء الأحداث وأحداث أخرى الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.